هل تناول المشمش آمن للحامل؟ ما هي فوائد المشمش على صحة الحامل؟ وما هي الآثار الجانبية لتناول المشمش أثناء الحمل؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل. وإذا سمحت عزيزتي، ادعمي المحتوى بإعجاب والاشتراك في القناة إذا كنت تزورين قناتنا لأول مرة حتى يصلك جديدنا دائما. يعد المشمش من الفواكه الصيفية اللذيذة والمحببة لدى الكثيرين، وخاصة أنه يمتاز بالعديد من العناصر الغذائية المهمة والضرورية لصحة الحامل من خلال احتوائه على مجموعة من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تقوية مناعة الحامل. وفيما يلي أهم فوائد فاكهة المشمش على صحة الحامل. أولاً، المشمش يعمل على تقوية المناعة. فبفضل احتواء المشمش على البيتا كاروتين التي يحولها الجسم إلى فيتامين A، فإنه يساعد الجسم على تعزيز قدرته على مكافحة الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض مثل البكتيريا والفيروسات. كما أن المشمش يحتوي على فيتامين C المعروف بقدرته على زيادة المناعة وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا. وبذلك فإن المشمش يلعب دورا كبيرا في تقوية مناعة الحامل. ثانيا، المشمش يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم. يعد المشمش غنيا بمادة البوتاسيوم والتي هي من بين المعادن المهمة لصحة الحامل، حيث أنه يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويعمل على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم، كما أنه يعمل على تنظيم ضربات القلب والحفاظ على توازن السوائل والأملاح بالجسم. ثالثا، المشمش يساعد على نمو أنسجة الجنين. يحتوي المشمش على فيتامين سي الذي يعمل على تطوير أنسجة الطفل بشكل كبير، كما أن المشمش يعزز المناعة ويحسن رؤية الطفل باعتباره مصدراً للبيتا كاروتين، ويعد كذلك مصدراً لحمض الفوليك الذي يحمي الجنين من الإصابة بالتشوهات والعيوب الخلقية. لذلك يعد تناول المشمش أثناء الحمل مهماً في المساعدة على تطوير رؤية الجنين ونظام المناعة لديه وتعزيز نمو أنسجة الجسم. رابعاً، المشمش مفيد لصحة القلب. فبفضل احتواء المشمش على الألياف بكمية عالية والمفيدة لصحة القلب، وذلك لأنها تساعد على انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أن المشمش يحتوي على كمية كبيرة من الحديد، ومن الأفضل تناوله مع بعض الفواكه الأخرى التي تحتوي على فيتامين سي حتى يمتص الجسم الحديد المتوفر في فاكهة المشمش. وقد يؤدي تناول المشمش بكميات كبيرة إلى بعض الآثار الجانبية لدى الحامل مثل بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، وقد يؤثر كذلك على المعدة، ويمكن أن يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، وهذا يرجع لاحتوائه على مادة الكبريت. إلى اللقاء.